سجلت مملكة البحرين انخفاضا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 644 حالة قائمة جديدة لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 7838 حالة منها 27 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وسبع حالات في وحدة العناية القصوى هذا ولم يتم تسجيل اي حاله وفاه خلال اليوم كما اعلنت وزاره الصحه تعافي ثمانمائه وخمس وخمسين حاله اضافيه